سفيسيفا إحدى أكبر بلديات عامة من حيث عدد المشيه، أو وجهتنا للاطلاع على كيفية التعامل مع الأمراض التي أصابت المواشي والأبقار. جولتنا بين الموالين أبانت عن حذر وتخوف تاره، وقلة وعي بضرورة التعاون مع المصالح البيطرية للحد من انتشار الأمراض تارة أخرى، والاكتفاء بطلب اللقاح والعلاج عند ظهورها. مولا ما يهدروش، مولا قاعد يكون فيها المرض ما يهدروش، خطر ما يهدروش، يعني يقول لك يديروا لها نفس الشيء. كيفاش نفس الشيء؟ نفس الشيء كما داروا الغنم هذه. واش يديروا لها؟ يردموا يذبحوها ويردموها. واه تخاف يدوها ولا يذبحوها ولا هذا ما كاين. وانتم عندكم غير هذا رزقكم، هذا رزقكم، هذا رزقنا، هذه ما كتنا. يعني الدولة في الحقيقة ما ناش نقولوا راه مقصرة، خاطر هذا مرض. الشيء اللي غادي نقولوه اليوم يخص جميع الموالي على القطر الجزائري، وهو يخص الموالي ديكلاري بالمرض. الموالي يخصه يعاون روحه ويعاون الدولة ويعاون الشعب. وان شاء الله احنا نتمنوا مولى عز وجل يبعد علينا هذا المرض. السلطات الولائية بتجنيدها لكل الإمكانات البشرية والمادية للتوعية والعلاج عند الحاجة تسعى لمرافقة الموالين وتوجيههم نحو السبل الأنجع للوقاية من الأمراض التي قد تهدد الثروة الحيوانية بالمنطقة، من أجل حماية هذا الموروث والثروة الحيوانية الكبيرة. قمنا بإعداد بنك معلومات حول هذا المرض للحد من انتشاره. ما هو هذا المرض؟ من أين أتى؟ إلى أي مدى نستطيع كسلطات محلية أن نوقف زحفه إلى مناطقنا؟ اللقاحات موجودة متوفرة. أطمئن السادة الموالين أن السيد والي ولاية النعامة استنفر جميع المصالح الولائية من أجل التصدي لهذا المرض بشتى الطرق والوسائل. تضافر الجهود والتقيد بالطرق الصحيحة للتلقيح والوقاية كفيلة بأن تجنب الموالين خسائر إضافية وتغني الدولة عن ضخ مزيد من الأموال للحفاظ على الثروة الحيوانية التي قاربت إعدادها بالعامة مليوني رأس.